اهلا بحضراتكم من جديد. يعني نورني في الاستوديو الكباتن الكبار كباتن مصر النادي الاهلي كابتن كبير كابتن ماهر امام. اهلا بيك كابتن. يا كابتن ميدو اهلا بيك، وحشنا حبيبي. كله تمام؟ كله تمام. الشاكه ايه؟ ربنا يخليك. اتفضل يا كابتن. يعني شاكتك يا كابتن ميدو، في تغيير كده في الشاكه شويه؟ ما هو بنتعلم بقى. ايضا نجم النادي الاهلي، يعني نجم الجميل، يعني جيل بقى الخبره وجيل الشباب شويه. طبعا كابتن ماهر امام طبعا شباب، لكن في شباب يعني اللي هو احمد حسن استاكوزا منورني النهارده كابتن. ربنا يخليك يا كابتن، انا سعيد ان انا معاك وسعيد ان انا مع الكابتن. طبعا اسم كبير طبعا، وربنا يخليك دايما سبب يا كابتن تجمعنا مع النجوم الكبيره. ربنا يخليك. طب ما نمتش ولا ايه؟ يعني لا انا انت عارف احنا عندنا حلقه جامده، عندنا ماتش جامد. لا انت عارف يا كابتن، ما ينفعش. لا انا معاك كابتن. لا 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 كابتن ماهر موجود خلاص. انا مش سعيد بيك يا احمد. الله ربنا يخليك. يعني هنتكلم طبعا الاهلي والترجي، لكن عايز اخد رايك في خبر كابتن ايهاب جلال بقى مدير فني نادي انبي، تولى مسؤوليه نادي انبي الفنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ايهاب جلال من مدربين ميدو اللي ثبت وجودهم في خلال فتره الدوري الممتاز من خلال 3 سنوات تمام مع نادي المقصه، وشفنا اداؤه بشكل كبير جدا من ناحيه اختياراته للعيبه، من ناحيه سيستم الشغل، من ناحيه طريقه اللعب، من ناحيه اللعيبه اللي افرزها بشكل كبير جدا. حتى كمان من خلال نتائجه في الدوري العام، يمكن الموسم اللي فات بالذات، يمكن فضل المقصه ماشي منافس بخطوات كبيره منافس جدا مع النادي، منافس بشكل كبير يعني. فطبعا ايهاب من المدربين اللي اتصنفت بشكل كبير في الدوري الممتاز، ده ما بيقللش من قيمه طارق العشري، ان طارق برضك من ضمن المدربين اللي ثبت وجودهم من خلال الفترات السابقه في الدوري العام، وشفناه حتى كمان في خارج مصر مع اهلي طرابلس، يمكن عمل نتائج كبيره جدا حتى في الدوري السوداني. يعني طارق العشري من المدربين اللي برضك ليهم باع كبير جدا. لكن يا كابتن ميدو انت عارف التوفيق وعدم التوفيق، انبي بيمر مرحله كل علامه استفهام بشكل كبير جدا بقالنا 3 سنوات يا احمد. مش ده انبي يعني، مش حاسين ان انبي اللي كان الحصان الاسود، انبي اللي كان بطل الكاس قبل كده، انبي اللي كان بينافس الاهلي والزمالك وبيكسب الاهلي والزمالك فيه ومره ضيع البطوله على النادي الاهلي، مش هو ده انبي. ما اعرفش بقى هل السياسات اختلفت يا ميدو من ناحيه مجلس اداره، من ناحيه الاستراتيجيه في شراء اللاعبين؟ لا مجلس اداره انبي كلها بصراحه انا طبعا شاهد عيان بقى يعني. كلها يتمنى اي حد ان هو يشتغل معاه. بالظبط. لكن في حاجه يا ميدو صعبه جدا في انبي، تحس ان انبي بعيد خالص عن المنافسه. حتى اللعيبه المميزه اللي كانت موجوده في انبي بدات تمشي وتسيب المؤسسه الكبيره دي. حتى قطاع الناشئين الكابتن امام محمدين اللي كان بيفرغ لنا كل سنه يمكن اكتر من لاعب واثنين وثلاثه، برضه مش حاسين بقطاع الناشئين بشكل كبير. لا استنى بقى كابتن. في استنى بقى، ده كابتن امام ده في وفي كمان، لكن الاتجاه ان هم يطلعوا اللعيبه اللي مش عايزها المدير الفني اعراض، ده الاتجاه السائد في نادي انبي. لكن انبي انا مش عايز اقول لك يعني مش طيب الله، هو يعني الاعراض ممكن تكون على حساب الفريق الاول، على حسابه بس على حسابه، بس في محتاجها. في 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 حد بيقول او لا اللي هو المدير الفني. ما ايا كان هو مين يعني. ممكن يكون كابتن طارق العاشي، طبعا حضرتك اتكلمت عليه يعني، كابتن طارق العاشي مدرب قدير، لكن ممكن يكون هو بقى خلاص يعني انبي لا هو جاي مع انبي ولا انبي جاي معاه. فيعني برضه كابتن استاكوزا ايه رايك برضه ايهاب جلال؟ والله يا كابتن انا المساله الفنيه انا يعني انا مبسوط طبعا من وجود الكابتن ايهاب في انبي. نادي انبي مؤسسه محترمه ومؤسسه فيها كل الامكانيات. طبعا انا برضو مع الكابتن طبعا ان انا ما بقللش طبعا من دور الكابتن طارق. طبعا هي في توفيق وفي عدم التوفيق بالزبط. وطبعا هو مدرب برضو كان ليه اداء مع الفرق قبل كده اداء كويس. لكن طبعا انا اعتقد ان كابتن ايهاب في ظل وجود الامكانيات دي، اعتقد لو هيبقى بنفس الاداء اللي كان موجود في المقصه. طبعا احنا شفنا مع المقصه شفنا اداء جديد خالص الفتره اللي فاتت دي كلها، بالذات الموسمين اللي فاتوا، وشفنا تغيير في الاداء. مش عايزين نربطه قوي بالكابتن ايهاب جلال عشان ما نقللش من المدرب اللي بيمسك مكان الكابتن ايهاب جلال، ولكن احنا شفنا طبعا. مش عايزين نقول دلوقتي هي المقصه فين، احنا ما بنقللش، احنا بنقول حقوق، احنا يعني بنقول حاجات يعني باينه واضحه. احنا بنتكلم يا كابتن بارقام وبنتائج. يعني انا شايف دلوقتي النتائج، النتائج المقصه طبعا، ان احنا المقصه طبعا لو كنا بنتكلم على انبي كانت علامه استفهام، فطبعا المقصه 30 علامه استفهام طبعا. وضعه في الجدول طبعا لا يليق بالمقصه ولا يليق بالاداء اللي كان موجود قبل كده من الفريق المقصه. فاتمنى طبعا لو كده، احنا بنتمنى كل الفرق اللي هي تبقى موجوده في الممتاز او في الدوري ان احنا نشوف كوره احسن من طبعا من اللي احنا شايفينها دلوقتي. احنا شايفين دلوقتي فرق بدري قوي، يعني فرق بدري قوي سلمت الفوطه زي ما بيقولوا بدري قوي. شايف ان احنا محتاجين نلحق الفرق ديت. وجود الكابتن ايهاب ممكن يعدل من الوضعيه،
اتمنى ان شاء الله باذن الله رب العالمين، لان نادي دجله ما عودتناش على كده، طول عمرنا شايفين دجله زي ما الكابتن كان بيقول طبعا الحصان الاسود بتاع الدوري، فوضعها ده لا يليق باسم دجله ولا يليق طبعا بمؤسسه دجله يعني. تمام تمام. طيب يعني مباراه الاهلي والرجاء، انا عايز اقول لكم بس نتائج نادي الرجاء بسرعه جدا. الرجاء لاعب حوالي 4 مباريات، المقاولين العرب خسر منه، خسر الرجاء، خسر المقاولين 3-0، الرجاء والاسيوطي برضه خسر من الاسيوطي 2-0، الرجاء والانتاج خساره 2-0، الداخليه والرجاء خساره للرجاء 2-0، يعني 4 مباريات يعني خالي اليدين زي ما بنقوله. طيب هنطلع فاصل عشان نستقبل طيب معانا تليفون كابتن عبد الناصر. كابتن عبد الناصر محمد مدير الكوره بنادي ام بي، اهلا بيك كابتن. كابتن عبد الحميد عامل ايه؟ عامل ايه يا نجم النجوم؟ ربنا يخليك يا رب. كابتن مارا امام وكابتن احمد حسن استاكوزا. كابتن عبد الناصر بسلم عليكم جميعا وبسلم وحشنا كتير والله. ربنا يخليك يا كابتن، بالتوفيق ان شاء الله. اتفضل يا كابتن. يعني احنا كنا خلاص هنطلع فاصل بس طبعا يعني ما نقدرش نسيبك. ربنا يخليك يا كابتن، تؤمر يا ميدو. يعني يا كابتن عايز اقول طبعا مبروك انبي على الكابتن ايهاب جلال، ومبروك كابتن ايهاب جلال على نادي انبي. سعداء جدا بوجود الكابتن ايهاب، والكابتن ايهاب يعني اسمه كبير، وربنا يا رب يوفقه ويكرمه ويوافقوا النجاح دايما كده ان شاء الله. يا رب يا كابتن عبد الناصر. يعني كابتن يعني كل الضيوف اللي بتيجي معانا هنا او كل وسائل الاعلام عموما او المهتمين بالرياضه عموما في مصر مش عاجبهم وضع نادي انبي الفتره اللي فاتت تحديدا، او تحديدا مع بدايه ما الكابتن طارق العاشر بدا يمسك المسؤوليه الفنيه، واحنا قلنا اكيد في مدرب بيصادفه سوء حظ، لكن عارف النتائج كانت صعبه جدا على نادي انبي. انا هكون صريح معاك يا كابتن عبد الحميد. اتفضل. الكابتن طارق تولى المسؤوليه في ظروف صعبه جدا الموسم اللي فات، وكان الفريق موقفه مش كويس. كابتن طارق قبل كده حقق نجاحات محترمه مع فريق الكوره في انبي بالظبط، وكان اقرب حد للعيبه، وكان هو يعتبر ولاده ويعتبروا كلهم، وكان من الاهميه جدا ان هو يتولى المسؤوليه. تمام. وفعلا نجح ان احنا ننتهي بالمركب بتاعتنا لبر الامان، لان يعني انت عارف ان انت ممكن تجتهد في عمل وما يحالفكش التوفيق. اكيد أنا اكيد انا دايما أكيد بقول أكيد. انما هو اجتهد جدا، ولكن هذا الموسم رغم ان احنا يعني عاملين فرقه جيده، وهو اجتهد جدا جدا في هذه في تكوين الفرقه، ولكن ان التوفيق غايب عنه، وهو نفسه اللي تقدم النهارده باعتذار وقال يعني ربنا يكرمكم بحد اخر، والحمد لله نجحت المفاوضات في فتره سيره جدا مع الكابتن ايهاب، ومتواجد حاليا في الملعب، وبنتمنى طبعا بنوجه كل الشكر للكابتن طارق على كل مجهود عمله، وهو طبعا هو اللي بنى الفرقه دي، وهو اللي كان يهمنا جدا جدا نجاحه، ولكن انت عارف احنا بتوع كوره في الاول والاخر التوفيق حاجه موجوده أكيد. حاجه موجوده في الكوره، والنتائج انت بتتحاسب عليها كمدير فني. اكيد يا كابتن، يوفق ويوفق الكابتن ايهاب ويكمل المسيره، وان شاء الله تمشي المركب على خير. يعني هو انا متوقع طبعا التصريح ده منك، لان انا عارف يعني قد ايه مجلس اداره نادي انبي وقد ايه مدير الكوره في نادي انبي ناس محترمه جدا، واكيد مش هيقولوا غير اللي حضرتك قلته. لا طبعا يا كابتن، ده اقل حاجه ان احنا ممكن نقولها حق الكابتن طارق وجهازه، ما ننساهمش طبعا، كلهم اجتهدوا، ولكن برضو التوفيق، احنا في التوفيق والنتائج الاول والاخر يعني ان شاء الله. احنا كده يا كابتن عبد الحميد ما بقتش تزعل، الحاجات دي ما بقتش تزعل، المهنه بقت كده خلاص. اكيد 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 ان شاء الله. كابتن عبد الناصر انبي يرجع تاني لوضعه الطبيعي، وكمان يرجع للمنافسه على الدوري الممتاز مع الكابتن ايهاب جلال وحضرتك وكل مجلس اداره نادي انبي المحترم. وجودك يا كابتن عبد الحميد، النادي كان بينافس دايما، وطول عمر النادي في المربع، وطول عمر النادي بيحقق نتائج محترمه، وطول عمر النادي مصنف،
وده اللي بيخلي ان انت دايما تبقى مستعجل على النتائج الايجابيه. اكيد ده اللي دايما مخليك ما انتش قابل ان انت غير ان انت تكون في نتيجه كويسه. اكيد يا كابتن. واخد بال حضرتك دي من العوامل اللي دايما بتخلي القرار فيه جوانب دي يعني. اكيد يا كابتن، اكيد كل التوفيق ليك والنادي انبي ولكل المسؤولين في نادي انبي، وان شاء الله يرجع انبي زي ما كل الناس عارفاه. يا كابتن عبد الناصر محمد مدير الكره بنادي انبي، شكرا جدا لحضرتك. نرجع فاصل، خلال الفاصل هنشوف تقرير عن الاهلي والرجاء، فاصل عشان نستقبل كمان الكابتن كبير نجم مصر نادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم. اهلا بحضراتكم من جديد، انضم لنا النجم الكابتن شريف عبد المنعم نجم مصر النادي الاهلي. اهلا بيك كابتن. كابتن اهلا بيك واهلا بضيوفك كابتن ماهر كابتن. واسف التاخير بس غصب عننا يعني. عندك انذار. رايي الراجل زحمه يا دنيا زحمه، بس دي زحمه رهيبه. عندك انذار كده، اول انذار ليك. اول مره اتاخر في حياتي. اخر مره. يعني ابدا بيه كابتن بقى، عشان احنا سالنا كده كام حاجه وكنا قلنا خبر كابتن ايهاب جلال ان هو تولى المسؤوليه في نادي انبي. يعني نروح لماتش الاهلي والرجاء، ندخل بقى على طول في الجو لان الوقت عمال يجري مننا. شايف ماتش بكره بصفه عامه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الماتش بيجوا قدامنا احنا اي فرقه، خدت بالك؟ الحصاله زي كونغو كده، الحصاله ودي قدام مصر، والفرق اللي هي صغيره اللي هي طالعه لما الشو كله هيبقى قدام النادي الاهلي. فكل واحد هيتلاقي يضربه في خمسه بكره. بيجروا جري على لعيب النادي الاهلي ان هم ياخدوا بالهم من المنطقه دي والحته دي بالذات في الانديه اللي هي بتبقى بتطمع ان هي تاخد بونت، تطلع ان هي تبقى اول فوز ليها، اول وجود ليها على حس اسم نادي كبير زي طنطا كده ما عملت مع الزمالك. فهي دي الخطوره بس، انك انت تبقى بتخلص يا ميدو الماتش بدري بدري. ما تستناش تدي نفس او تدي اكسجين للفرقه اللي قدامك ان هي يبقى عندها تجارب او عندها انطلاقات او عندها ثقه، لان هم فرقه الرجاء بتلعب مفتوح يعني ما بيلعبوش ديفنس، بيلعبوا جيم مفتوح. عشان كده بيتلقوا اهداف كتير جدا. بس شكل عماد النحاس يعني هيختلف بكره يا كابتن شريف. الشو بكره، الشو بكره، الشهره بكره، الوجود بكره، الاعلام بالنسبه لهم هم مرتين في السنه او اربع مرات في السنه، مرتين مع الاهلي ومرتين مع الزمالك. ف بتبقى الوجود بتاعهم ده هو اللي مطلوب منهم، ان هم على الاقل يسيبوا ذكرى في المباراه. هدف، تعادل، اي حاجه. فارجو ان شاء الله بكره ما يكونش ليهم اي نفس في المباراه. ليه؟ لان انا عندي الهدف الاكبر اللي هو نجم الساحلي. فكل الدنيا بتقول بروفا قدام الرجاء. بروفا قدام الرجاء، بس بروفا جديه، بروفا ليها معنى، بروفا ليها مش عايز اخرج بيها بخسارات نفسيه، بخسارات لعيبه بقى. يعني انا لازم ابقى موجود في عندي انطلاقه، اخوف حتى الضيف اللي جاي لي. ان شاء الله ربنا يبقى فيه هيفي سكور مثلا. انا اتمنى كده، انت عارف احنا كلعيبه ما نقدرش نقول كده، انما احنا بنتمنى ان بكره نجم الساحلي هو جاي. الاهلي كان عنده تجربه قبليه بكام يوم، كسبان 3 4 عادي جدا، ايزي قوي، فهو يحس ان في خطر داهم فعلا، يحس انه كل ما بنشوف حاجه اقوى كل ما احنا برده بنتكلبش، كل ما بنخاف، كل ما بتبقاش عندنا الانا الكبيره. فالاهلي بكره باذن الله بالماتش اللي فات اللي احنا اتفرجنا عليه حاجه جميله جدا، بيلعبوا كوره بتتحرك من يمين للشمال ومن الشمال لليمين. عندهم كل اللعيبه اللي راجعه زي حمودي وزي الناس دي اللي اشتركت وورونا. صالح جمعه رغم الاصابات والكلامين ده زعلان وهو خارج وعايز يلعب وعايز يكمل وعايز يدي وعايز، في لعيبه موجوده. وليد ازارو بيجري، ناقصه الحته اللي هي الفينشنج الاخراني اللي احنا بنتكلم عليه. لازم نذبح له، هو احنا لازم نذبح له رجل الشمال. ما نذبح له ازاره، نشوف له حل في رجل الشمال والله العظيم. بس جول يعني فلافيو عدى عليه سنه وشويه. صبرنا حبيبك فلافيو ده، صبرنا كتير عليه يا كابتن. انت اللي صبرت عليه. فكان بيجي له بقى يعني اشوف، بص اللعيبه بتجري ازاي، في ثلاثه وفي دعم من خط الوسط وفي ناس داخله بتاع، في باك ليفت بيحطوا جول عالمي. حسين عامل ثقه. شفت الماتش اللي قبليه بتاع مش عايزين نقعد يا كابتن، مش عايزين نقعد يقعد يطول في شعره اكتر ما هو طويل ويقول لك خلاص بقى انا بقيت مارسيلو سيبه. ميسي مصر كابتن. هو ميسي مصر انا وهاني كنا مع بعض، جاب جول فاكر بتاع جاب جول كمان في اتحاد عالمي كمان.
لا ده انت شفت الجول اللي جابه اهو بص اهو ده شفت الجول اللي جابه في من كورنر من ما انا سمعت انه ما راحش التمرين لغايه دلوقتي هو الفاكهه بتاعت الفيرو ده دمه خفيف ولعيب كويس وفاكر انا وانت كنا متفقين عليه قد ايه الولد ده يعني حاجه فكره يعني يعني خلاصه الكلام كده ان احنا عايزين اهتمام راجع جيده بكره برضو يقول كلمته وبصمته عشان ليه هو يبقى بيلعب اما ابقى جايب في الماتش ماهر عارف احنا بنبقى انا جايب جون في الماتش اللي قبل اللي هلعبه والماتش اللي بعديه او ماتش مهم ببقى لازم استريح نفسيا الجمهور حتى مستقبلني فرحان بيا فيبقى الفرحه كبيره ده جون اجيه اجي ما شاء الله بيفكر كويس قوي دلوقتي وعنده رسو كده ونتمنى نشوف كل اللعيبه طبعا مش عايز اقول يا رب مش عايز اقول حته متعب يعني متعب الظروف بس هي اللي ما لعبتوش يا كابتن ماهر كابتن ميدو الظروف ما لعبتش متعب يا جماعه لان حصل حاجات في الملعب كان لازم يحط حد في نص الملعب يامن ويعمل كده انما هو لو عليه متعب في التوب فورم بتاعه كان مفيش حد ضد اي حد الفرقه ما شاء الله الله اكبر ربنا بس يبعد عننا الاصابات ده وليد سليمان يرجع باذن الله بسرعه يعني وتبقى الحكايه مكتمله باذن الله اكيد يعني كابتن احمد حسن يعني او استاكوزر اسم الناس بقى انا بقول له احمد انا بحب اقول له استاكوزر الناس يعني كابتن شريف الكلام يعني طلعت منه سؤال هل في شكل بين ازار وبين فلافيو يعني هل كان فلافيو بيضيع فرص بيوصل كان في كان بيوصل كتير طبعا كان بيوصل كتير طبعا وكان بيضيع حتى كان بيضيع في الحاجات اللي هي فيها هيدرز اللي هو مميز فيها جدا كان بيضيع كتير قوي وما كانش موفق في البدايه خالص معانا قعد فتره كبيره خاصه ان هو كان بيلعب تحتيه تريكا وكان موجود بركات كان بيوصلوه كتير فدي كانت اكتر حاجه بتكشفه ان هو كان بيروح كتير للجون بس يا كابتن هنا الفيرود دايما لما يكون بيضيع كتير ده لان هو بيتحرك كتير وبيتمركز حلو في اماكن خطر والله قلت ولكن انا يعني وجهه نظري في فيرود بيستخبى بيخاف يواجه بس انا اللي انا خايف منه يا كابتن ان ازارو في كام كوره كده بان ان هو بدا يخاف شويه يعني حتى زي الباص اللي هو حصل في الماتش اللي فات لحمودي ولا هو فنش واسع على نفسه وهو فنش كويس ولا هو حط الحمودي كويس رفع عينه وبص له فانا ده بس اللي انا خايف منه من يعني من عدم صبر الناس عليه لكن انا شايف ان هو لعيب متحرك كويس قوي لعيب سريع يعني عنده كل مقومات الفيرود كويس عنده بصراحة. ولكن هو ناقصه اهم حاجه في الفيرود جون وطبعا النادي الاهلي على طول بيلعب على المكسب وعلى طول انت محطوط في 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 في, في ضغط مباراه مكسب وفي البطولات فانت عايز الفيرود اللي يجيب جون فعشان كده يمكن ممكن يكون في عليه ضغط شويه بس ان شاء الله باذن الله هي هتفك معاه الناس بتقول هتفك بجون هي مش هتفك بجون هو محتاج جون يعني انا بالنسبه لي المباراه ان شاء الله باذن الله بتاعه الرجاء اكتر استفاده اللي هتطمني اكتر ان انا محتاج اكسب بجون واتنين ومحتاجه هو يجيب يعني انا محتاجه هو يجيب عشان يطمني في ماتش النجم يخش بثقه شويه فمحتاج اطمن على محمد هاني ومحتاج اطمن على ازار قوي يعني من اكتر الاثنين اللي انا حاسس ان هم هيفرقوا معايا قوي في الماتش دوت انا محتاج اطمن على الاثنين دول في الماتش بتاع بكره ده قوي فان شاء الله باذن الله اتمنى ان هو يهدف ان شاء الله كل الاهلاويه بيتمنى انا اتمنى ان هو يهدف يترجعه ان شاء الله كتير اكيد يعني كابتن ماهر برده نفس السياق برده كابتن شريف بيتكلم ان اللعيبه هتبقى بروفا بكره لمباراه النجم السعدال شايف مباراه بروفا ولا الكابتن حسام هيتعامل مع وراه ان هو يكسب مباراه اقل مجهود ولا عماد النحاس هيبقى ليه شكل تاني هيبقى ليه اسلوب تاني عارف ان الاهلي عايز يعمل هيفي سكور عارف ان النادي الاهلي لازم يكسب عشان مباراته اللي جايه عارف وعارف وعارف والكابتن شريف قال مباراه للشو بالنسبه لفريق الرجاء وانا شايفها يعني شويه شو وشويه ان هو ما عندوش حلول ده هيبقى خامس ماتش يخسره اذا خسر بكره هو طبعا بنبارك لعماد النحاس اولا اللي هو تولى مهمه نادي الرجاء بعد كابتن خالد القماش والظروف الصعبه اللي هم مروا بيها كنادي الرجاء كل الفرق اللي لعبوها المقاولين العرب خسر منه 3-0 وبعدين مع الاسيوطي خسر 2-0 مباراته مع الاسيوطي تفرق بشكل كبير جدا انا بقول عليها بستة بونت يعني عشان يخسر من الاسيوطي فالاسيوطي هو اللي استفاد من لقاء الرجاء الفرقتين اللي زي بعض ميدو حتى في الجدول بيبقى مهم جدا انك انت تكسبها عشان تبعدها خالص عن المنافسه اللي بينك وبينها فهو بالنسبه له اربع مباريات خسرهم النهارده بيقابل المباراه الخامسه بيقابل النادي الاهلي والنادي الاهلي طبعا شكله في الجدول كده
ك 13 الاهلي بس يمكن عنده مباراة مؤجله لسه لعب مباراتين اتعادل في اول مباراه مع الجيش ودي المباراه الثانيه اللي هي الاتحاد اللي قدامنا اللي كسب فيها النادي الاهلي بهدفين لاجاي والهدف الثاني لحسين السيد اللي احنا اتكلمنا عليه بشكل مميز وبشكل جميل يعني. تمام. الكابتن حسام البدري عودنا من خلال السنه الماضيه حصوله على الدوري والكاس كان فيه عداله وشفافيه بالنسبه لحسام ان هو ادى كل 29 لعيب اللي موجودين عنده بما يرضي الله اداهم كل الفرص اللي استحقوها. فيمكن حتى كمان المباراتين اللي هم بدا بيهم مباراه الدوري العام او ملف الدوري العام اللي هي مباراه الجيش هنلاقي ان هو ادى في الجانب الهجومي ادى الشيخ وادى ميدو جابر وادى صالح جمعه وادى حمودي. المباراة الثانية برضك أضاف بعض اللعيبة يمكن صالح جمعة بدأ من الأول وبعدين حمودي بدأ من البداية وحسين السيد بدأ من البداية فواضح قوي إن كابتن حسام البدري بيدور اللعيبة حسب احتياجات الفرقة للأماكن اللي هو شايفها محتاجة دعم. يعني احنا شفنا إن عبد الله السعيد ظهر لنا في الصورة صالح جمعة. عبد الله السعيد يمكن في الفترة اللي فاتت ديت كلنا أجمعنا إن احنا محتاجين عبد الله يقعد يريح فترة وإن صالح اللي بدأ ينتعش في خلال الفترة المباريات اللي أخدها مع منتخب مصر ومع النادي الأهلي فإحنا شايفين إن صالح جمعة كان بادئ بداية جيدة. كلنا أجمعنا إن أزارو محتاج وقت ومحتاج مساندة ومحتاج يمكن أحمد قال أنا خايف على إن هو يكون في سنة خوف دخلت جوه شخصيته. اتمنى ان الكلام ده مبقاش مظبوط لان انا شايف ان ازارو من الشخصيات اللي بتبدا تفرض نفسها بشكل كبير. هو للاسف مظبوط شويه. عنده امكانيات كويسه جدا كفيرود احنا محتاجينه من خلال السرعات من خلال التحركات اذا كانت الطوليه او العرضيه. فيرود بيعرف طريق الجول بيعرف يهدف. يعني بكره الكابتن حسام يا كابتن ماهر من كلامك هيلعب تشكيله شبه اساسيه لمباراه النجم ولا شايف الموضوع ازاي؟ هو حسام في المباريات اللي فيها خبرات زي النجم عنده مباراه بكره تحديدا بكره انا شايف هيبدا برضك بهاني ناحيه اليمين لا يعني خلينا ما نقولش اسماء خلينا نقول هيبدا بالعناصر الاساسيه وفي الاخر هيبقى فيها عناصر اساسيه بنسبه يمكن 75%. تمام كابتن شريف خلينا نتكلم في نقطه فقد الثقه لازارو. هات لنا احمد لقطه صالح جمعه بيعمل كروس لاحمد حمودي اللي حطها في العارضه وشوف ازارو بعد ليه عن ال 18. يعني شوف هل هو ده زي ما احمد استاكوزا قال بص شوف ازارو هو عمل سيناريو للكوره عمل سيناريو للكوره انا بتكلم على ازارو تحديدا هو عمل لنفسه سيناريو بوزيشن ان اثنين هيخشوا جوه وهو ياخدها سهل جدا بس مش دي مش عاده ازارو ده مش الطبيعي هو اللي بيسبق الطبيعي بتاعه هو اللي بيروح على الاولانيه هو واقف اهو هادي قوي ده خوف ان هو يبدا يواجه تاني عايز السهله ولا انت عارف هو عايز اللي ما فيهاش دايما تلاقيه قاطع اللي ما فيهاش ولو كان قاطع في دي كان جابها جول اللي ما فيهاش ريسك هيتخبط وهو داخل هيتعمل هو جرب كذا حاجه اللي هو دايما عليه الوضع فحمل نفسه حته فري يعني يبقى حر هي بس عشان الناس تفهم احنا وكانت راجعه له خد بالك من العرض عشان الناس تفهم يعني خلي بالكم يا جماعه ده التمركز صحيح جدا لازارو بس مش ده العادي بتاعه يعني ده التمركز لان واحد راح كان دايما بيجري على الاولانيه عشان ياخدها واحد راح على بالظبط كده ده تمركز حلو قوي لازارو تمركز صح كمان لكن مش ده الطبيعي لا بتاعه مش طبيعي ده اللي انا بتكلم فيه وبعدين هو لو تلاحظ برضو احنا انا وانا بتفرج واحمد ومار كان بيكلمه كان عنده سبرنتين ثلاثه عملهم ورا بعض فاشلين يعني الباص مش مظبوط بالنسبه له قوي يمكن دي حته برضو خليته يحط شويه ان الحكايه برضو مش مساعداه فزي ما بيقول احمد برضو هو مخه شغال في انا النهارده مش زي كل ماتش حتى هو كل ماتش تلاقينا ايه عنده ثلاث اربع فرص هنا بيدور بيبحث بيجري يمين وبيجري شمال وعايز يخطب من العمق شويه وعايز هو بيجرب الولد انت احنا مستعجلين عليه في النتائج بتاعته انما هو كوجود الحقيقه هو عامل محطه مش عامل هو مؤثر هو مؤثر بس لسه بيلعب في العمق وبيشد لي الفرقه بالظبط وبيخلي انا كلاعب وانا جاي من الخلف بيديني مساحه ان انا اقدر اعملها له وهو بيديني الفرصه
وبيعمل حته تبادليه مع جريء كويسه. يعني احنا كل اللي انتوا عارفينه فيه زي ما كنتوا بتتكلموا على الفريق امبي كده، امبي مش وحش بس عدم التوفيق مخليه بره الحكايه يعني. فازارو عدم التوفيق مخليه تساؤلات كتير عليه. عدم التوفيق زي ماتش مثلا انا شفته كان هو نجم المباراه وتعادلنا 2-2 بتاع الترجي، ازارو رايح للجون 20 مره هو اللي بيروح، بيروح للجون هو اللي بيروح. بص يعني ما انت هنا قلت نقطه جميله جدا انه اتاخر النهارده، النهارده ساحب نفسه لورا كده شويه وعايز يبتدي. يمكن اقول لك على حاجه ثانيه، انتوا مش ملاحظين ان احنا دايما كنا بنتفرج عليه عنده بتاع 4-5 اوف سايد في الماتش دايما، وموقع نفسه في حته التسلل يمكن هو فكر فيها هو فكر فيها النهارده وبيحاول انه يبعد شويه عنها وانه ما يبقاش حاطط نفسه على خط واحد مع النادي. انت بتعمل في الجمله دي برده كميدو الجمله دي ان الفيرودين سبقوه، خد بالك برؤيه هو شايف المهاجم حد على القريبه وحد على البعيده بالظبط، انك انت لقى ان في اضيق اخذ القريبه. لا 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 انا قلت تمركزه صح جدا لكن مش ده الطبيعي بتاعه بالظبط. وهنا برضو الكره بتاعت السوليه دي هو في كره اوضح يا كابتن، واحد من الديفندرات تيجي او صالح لا اللي هي كان عملها الحمودي دي اوضح بكتير قوي بالظبط بالظبط، دي واضحه جدا لو تعرف تجيبها لنا يا احمد. كره ازارو للانفراد وحطها الحمودي كانت تحته بشويه وحمودي كمان سبق. بص السبرنت اللي انا بقول لك لسه هو عامله شايف انها مش مظبوطه بالنسبه له، هو مجهوده كبيره هو يمكن في تعليمات كمان من جوه انت اتاخر سنه انا حاسسها يعني، لانه كتير قوي حط نفسه في وضع التسلل كذا مره بيعطل لنا هجمه نبقى رايحين وهو تسلل بربع خطوه بتاع. فيمكن يكون في تعليمات من الجهاز الفني خد بالك من الحته دي، اخر نفسك شويه عشان انت عندك انطلاقات سريعه هتقدر تسبق وتقدر تروح، ممكن يكون دي توجيهات برضه اكيد يعني. برضو استكوزا نفس السؤال كابتن ماهر، احنا بنسمعه من وجهه نظر مختلفه. كابتن حسام بدري ممكن يدفع بقسين بكره، ممكن يقول لا انا هريح شويه الدنيا انا بلعب على طول خايف من الاصابات خايف يعني ممكن. يعني يا كابتن انا اعتقد ان هو هيجرب اللعيبه اللي هو هيحتاجها وهيريح اللعيبه اللي هو هيحس ان هي عندها اجهاد وعنده البديل، اللي هو لان الكابتن حسام اكيد برضه عينه على الدوري. يعني الموضوع بالنسبه له مش بروفا زي ما الكابتن شريف قال، هي مش بروفا لمباراه النجم لان احنا النهارده في لسه دوري ودي مباريات مؤجله، وانت كل ما بونت هيضيع منك دايما اللعيب بيبقى ليه رؤيه ثانيه، لما البونت بيضيع منك وانت عندك مباريات مؤجله بتحس ان انت بعيد قوي. فالنهارده هو هيبقى عينه على المباراه، عينه على الثلاثه بونت، بس هيبقى انا اعتقد ان اللعيبه هي المجهده هتريح البديل، عايز اطمن على محمد هاني، عايز اطمن على عايز ادي الثقه لازارو. فاعتقد ان في هيلعب بنفس التشكيل فعلا، بس هيبقى في شويه تغييرات كده بحكم الراحه بس مش اكتر. طب حسين السيد لو استمر تالقه كده ممكن الكابتن حسام بدري يدفع بيه في مباراه النجم؟ لا انا اطمنيت عليه كبديل يا كابتن، يعني انا برضه اطمنيت عليه كبديل من ناحيه ان احنا بنتكلم كثبات تشكيل ومن ناحيه اداؤه برضه الفتره اللي فاتت ديت في افريقيا. يعني طبعا مباراه النجم دي كانت مباراه يعني غير مباراه الترجي خالص، لان هي النجم ظهور معلول بالاداء دوت في المباراه بتاعه الترجي خلى الضغط عليه جامد، كان هم راميين عليه كان على الجبهه دي، على اساس ان الجبهه دي هي اللي كانت عامله الشغل كله. وكان في لعيب افريقي كان بيلعب عليه ناحيته متميز بالسرعات وعلى اساس ان هو يستغل المنطقه اللي هي وراه، فبالتالي هو اتاخر شويه. فانا ما بعتبرش ان هو اداؤه قل قد ما انا بعتبر ان هي كان النجم كان كل تفكيره ان هو يوقف الطرفين، لان احنا يعتبر لعبنا كله كان مع الطرفين احمد فتحي ومعلول. فبس اعتقد طبعا لا هو هيلعب بمعلول عادي جدا، بس انا اطمنيت على حسين، دي حاجه كويسه برضو ان انا عندي بديل كويس. تمام يعني كابتن ماهر برضو حته معلول وحسين السيد، لما اللعيب بيقول مدرب انا خلاص انا هو عمال اجيب اجوان وعمال بصرف النظر، هنتكلم في العموم بصرف النظر اهلي زمالك اسماعيل اي حد بتكلم في العموم، لما لعيب يتوهج يتفوق على نفسه في سياسه يقول لك انا لاعب واديله، وفي سياسه يقول لك لا انا خليني في الاساسي بتاعي، حتى لو هو اللي هو الاحتياطي دوت قال لك لا انا موجود وانا 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 لا خليني في الاساسي بتاعي، ايهما تفضل؟ طبعا كل مدرب ليه استراتيجيته وليه فكره من خلال المباراه ومن خلال الهدف اللي هو بيسعى عليه. انا ميدو انا عارف فكره حسام البدري بالنسبه لا انا بتكلم في العموم العموم انا حابب مع الراي اللي هو قول ادي للعيب اللي هو خلاص بقى يعني بيقول للناس كلها انا لازم العب، أنا ولا خليني في السيستم بتاعي همشي بالسيستم الاولاني اللي انا ماشي بيه اللي اتعودت عليه من خلال الثبات التشكيلي من خلال الاداء
انا عندي معلول هو رقم واحد. هو الاساسي بالنسبه لي، وحسين بيعتبر البديل اللي بينافس بشكل جيد. احنا بنتكلم في العموم والله. دوره جاي عشان ما نهدسش. يعرف لازم تتصاد الكلام. فده ده 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 انا شايفه ده المنطقي اللي المدرب من خلال النهج بتاعه، ان هو بيدي العنصر الراكب اللي هو واخد ثقه اللي هو مستمر معاه عدد من المباريات بشكل كبير جدا، اللي هو حفظ طريقه اللعب، حفظ سيستمه، حفظ فكره من الجوانب الهجوميه والجوانب الدفاعيه. والبديل نفس الكلام، يعني حتى البديل اللي موجود بينافس بشكل جيد لانه دوره جاي. ولما دوره النهارده لما البديل الدور بيجي بالنسبه له بيبدا يحط رجله، هو كمان بيصارع على انه يحافظ على المكانه دي، ويفضل الصراع مستمر طول السنه بين الطرفين. تمام. يعني الجهاز الفني استبعد كلا من كابتن شريف، يعني السؤال ده حضرتك استبعاد فني كلا من عماد متعب، عمرو بركات، وملمبي، وصبري رحيل، وباسم علي لاسباب فنيه، وغياب وليد سليمان، عبد الله السعيد، وهشام محمد للاصابه. اسباب فنيه، طب هنعمل ايه؟ تمام. هو عنده، ما ان احنا اتفرجنا على عمرو بركات كان كويس قوي. ده اللي انا كنت بكلم فيه الكابتن ماهر. في مدير فني يقول لك لا انا حافظ على الشكل العام، انا طالما شغال وبكسب. وفي مدرب فني لا يقول لك مثلا عمرو بركات جاب اجوان، طب ما انا اديله. مش عارف حسين السيد جاب اجوان، طب ما انا اديله. يبقى في استراتيجيه ان هو بيفكر. انا عشان كده بقول لك انت السؤال اللي سالته، هل هيدي بكره نفس الناس دي ولا هيعمل القوام اللي هو بيشوفه على مباراه النجم؟ فاكيد بكره احنا هنعرف. لو حسين السيد هيلعب بكره يبقى هو ده اللي هيلعب النجم الساحلي. لو علي معلول رجع واشترك تاني هيبقى اتفرج عليه، خدت بالك، ويشوف جاهزيته قد ايه ويكمل معاه ولا ممكن يريح علي، بحيث ان علي اللي كان لاعب منتخب ولسه ممكن السفر ممكن كل حاجه لسه. ممكن دي حاجه بتاعته هو، انت عارف جاهزيه اللعيبه اللي هو هيلعب بيها. انا متفق معاكم تماما ان اللي هيلعب بيه بكره 80% منهم اللي هم العماد بتوع ماتش النجم الساحلي، لان ده اي حد في العالم لازم يعمل كده. انا مش لسه حد، طبعا محمد هاني هيلعب لانه احمد فتحي مش موجود، موقوف الماتش ده. في عندنا ثوابت كويس بصراحه. عندنا ثوابت. هو بكره بس انت عندك حته تحرر، هيلعب برده بنفس قصه ان هو حسام عاشور وعمرو سوليه، وكان مع فرقه زي دي. الفنيات بقى اللي احنا ممكن نتكلم فيها النهارده، في احلال وتبديل، خدت بالك، بس هو هيشوشر على نفسه ويعدل في خطته والكلام من ده عشان يكسب مباراه زي دي، ولا هيخلي الدنيا الميكانيزم شغال وكل حاجه زي ما احنا ماشيين؟ هو ده اللي احنا هنتكلم فيه، اللي هو حريه المدير الفني في المباراه. انما الاسماء والناس اللي هو معتمد عليهم، هو عايز دعم من حمودي مع اصابه وليد سليمان، عايز دعم من احمد الشيخ انه موجود في اصابه وليد سليمان. كل دي المناطق اللي احنا فيها تعويضيه بالنسبه للعيبه اللي عندك الاساسيه، اللي هي بتعمل لك الفارق او بتعمل لك سوء خبره في الماتشات اللي زي دي. واحنا دلوقتي في دور قبل النهائي، مش في بدايه التصفيات وهنلعب ماتشات كده، لا هنا نوك اوت دلوقتي. فاحنا في لعيبه عندك انت هو منقيها بقى، عندك ميدو جابر موجود، وصالح جمعه ان شاء الله يكون البتاع دي خلاص اللي في وشه، واعداد جيد جدا للفيتيكال فيتنس. صالح جمعه محتاج ايه؟ كوره، عنده كوره. عايز ايه؟ عايز ممارسه، وعايز يروح على الجون، وعايز يعمل اسيست، وعايز تواجد، عايز يلم نفسه ان هو يعيش لعيب كوره اساسي في فرقه كبيره بالاسم الكبير اللي وصله المنتخب مصر. فكل ده طبعا حسام داري بيه، وعارف كل حاجه، وعارف الناس بتفكر ازاي، وعارف اللعيبه بتاعته قد ايه، وفي التمرين بيشوف الناس. انت ممكن تبقى في التمرين وانت قاعد حاطط كل خططك على لعيب معين، وتشوف فجاه تحس ان هو مش لاقي نفسه، عنده اصابه صغيره كده مزهقاه، مش مخليه يعرف يلعب قوي. يحصل ياخده يتكلم معاه في ايه، يجيب الاجهزه الفنيه نتكلم معاه، يحصل الاحلال والتبديل ساعتها، ويحصل الجاهزيه. انا بطمن الناس وبطمن نفسنا وبطمن كل اللي بيتفرجوا علينا ان كثره اللعيبه الحمد لله اللي موجوده وعايزين يشتركوا. يعني اللعيبه كترت يا كابتن ماهر، كثره الجاهزيه كترت، فكله عايز يبقى له وجود. حتى اللي هو خارج بيبقى خارج هو كويس وعايز يكمل، زعلان مش عشان ان هو خرج، لا، مش عشان مؤمن مش قد
صالح ولا صالح خارج عشان مؤمن يشتري علشان في كاس عالم وكله بيطمح بقى ان هو يكون من ضمن يعني ده احنا كاس العالم بتاعنا ابو حميد اللي هو كاس العالم نجم الساحلي ده لا ان شاء الله باذن الله نبقى موجود منتخب وان شاء الله نجم الساحلي ومبارك لبعض تعالى بقى نخش ونقول لو نرجع لورا شويه في يمكن يا احمد في التقسيمه اللي اتعملت قبل مباراه النجم الساحلي حصل اصابتين برافو عليك لحسام عاشور برافو عليك واحمد الشيخ وده اذا كان بيدل فعلا لازم حتى التقسيمات لا بس عايز اقول لك على حاجه ده الطبيعي بتاع التمرين التمارين كده وحسين السيد انا شفت حسين السيد بعناية كلها عايزه تلعب بياخد عرضيه من وليد سليمان بقوه ده في التمرين وبيدافع بيدافع على كره سهله جدا يعني جوه في حضن الجون انما طار وعمل عشان يثبت لحسام انه عايز يلعب وربنا كافئه بجون في الماتش بتاع اف سي بتاع الاهلي ده في مصر احنا كنا مصر وجون وجاب جونين من اجمل الاجوان اللي احنا اتفرجنا عليها احنا كنا بننزل الساعه 8 الصبح بالشنكار لازم الشنكار مش هينزل من غير شنكار ده المهم الشكل بقى لما بنتحر الشكل بقى حلو قوي من اللعيبه ان هي مهتمه ان هي تبقى ليها وجود كانت اللعيبه دي موجوده على قرار من المدير الفني تعالى فلان هجربك ليله تعالى دول دلوقتي بيجبروا المدير الفني ان هم ليهم وجود وانهم قد بعض كلهم دي حاجه مفيده جدا بالنسبه للاعيب النادي الاهلي ومنتخب مصر كلها حته بقى كاس العالم اللي انت بتقول عليها دي في لعيب بيبقى بيقول لك الماتش بتاع افريقيا ده كاس العالم بتاعي انا ما اعرفش هو اذا كان هياخدني لا أنا ولا مش هياخدني انا اقصد الدوري نفسه والتنافس اللعيبه اللي هي عايزه تلعب انا مش بتكلم على النادي الاهلي بشكل خاص انا فاهم اللعيبه كلها يقول لك ده كاس العالم بتاعي الدوري ده بتاعي كاس العالم هو ده اللي انا بحارب فيه اروح هناك بقى ما اروحش دي حته ربنا بقى يوفرها لي ده مفتوح لكل الناس طبعا يعني حاجه جميله انت فاكر احنا كنا قاعدين وقلنا على الجميع دلوقتي ان يرتدي تيشيرت منتخب مصر ويلعب مباراه الدوري ويلعب مباراه افريقيا كل الدنيا دلوقتي بقت كده تمام يعني احنا كنا بنشنكر الساعه 8 الصبح ونطلع الجبل كمان ننزل لابسين شناكير الساعه 8 الصبح تمرينه مش طبيعيه يا كابتن شريف طبعا تمرين كان بيبقى ماتش تمرين ماتش ماتش تلاقي انا كل ما فيش حاجه اسمها عندنا ماتش مهم يا جماعه طب بالراحه طب ست ايام كمان مانو جوزيه كمان كانت لعيبه كتير قوي والراجل بقى كل ما واحد يجيب فيه جون يقول لك انا عايز ده كل ما يجيب واحد فيه جون يقول لك انا عايز ده اسال استاكوزا يعني شايف اوجه اختلاف اوجه الشبه بين الكابتن حسام بدري ومستر مانويل جوزيه قول لي اوجه الشبه الاول اوجه الشبه بين كابتن حسام ومستر مانويل يعني انا مش بحس قوي ان في تشابه برغم ان الكابتن حسام طبعا قعد فتره مع مستر مانويل كابتن حسام ليه فكر مختلف كتير عن على مستر مانويل يعني هجومي ولا دفاعي لا مستر مانويل هجومي اكتر مانو الهجوم اه طبعا طبعا يعني شايف 3 5 2 دي اقوى لا مستر مانو كان بيلعب بفرودين كان بيلعب ببركات وجيلبرتو يعني شبه فوق في الخط الهجومي هل اللعيبه يا احمد بتطمع مستر مانو الجزئي طبعا انه يعمل كده هي امكانيات يا كابتن هو كان معاه لعيبه عندها الامكانيات دي هو كان عنده الثقه اثنين عندك اثنين ديفندرين كانوا ديفندرين على مستوى عالي اثنين واقفين في القلب عندك وائل جمعه شادي محمد عندك حمادي النحاس وظهرهم عصام الحضري فبالتالي انت بتهاجم بارتياحيه جدا عندك اللعيبه سرعات ابو تريكه كان من اللعيبه اللي هي بيقوم بالدور الهجومي والدور الدفاعي بركات بيقوم بالدور الهجومي والدور الدفاعي جيلبرتو بيقوم بالدور الهجومي والدور الدفاعي طب احنا نكمل الموضوع ده ناخد بس كابتن عبد المولى مهنا مدير الكوره بنادي الرجاء اهلا وسهلا بيك يا كابتن اهلا وسهلا بحضرتك كابتن ميلو ومنور والاستاذ الضيوف اللي معاك ربنا يخليك هتنورونا بكره ان شاء الله في القاهره ان شاء الله باذن الله يا كابتن الله يخليك نوركم يعني ربنا يخليك يا رب يعني طبعا كل التوفيق نادي الرجاء وجهازه وادارته لكن قول لي ليه الوقعه اللي حصلت في اول اربع ماتشات يا كابتن والله يا كابتن لكل جواد كبوة احنا يمكن معلش عمليه اللعيبه تجديد اللعيبه يمكن كان عدد كتير فعدم الانسجام يعني مش موجود عندنا لغايه دلوقتي ولكن يمكن الكابتن عماد النحاس اشتغل على حته التجانس اللعيبه مع بعض فيمكن ظهرت شويه في ماتش الداخليه وكنا يعني نسبيا احسن ماتشات اللي فاتت وان شاء الله باذن الله يعني يبقى اللي جاي احسن باذن الله. اكيد يعني انا معلش هناقشك في حته عدم التجانس في حته النادي الرجاء استغنى عن لعيبه كتير جدا ودايما معظم الانديه يا كابتن يا عبد المولى دايما بتقع في نفس المشكله ببقى صاعد بفرقه والفرقه دي بقى نفسها تلعب دوري ممتاز وعندهم يعني كل حاجه انهم ممكن يقدموا اقصى ما عندهم في الدوري الممتاز عشان يظهروا وبعدين الانديه بتستغنى عنها ونرجع نقول ايه يا ريتنا ما كنا استغنينا وكنا خلينا حتى مثلا استغنينا على 3 4 ودعمنا 3 4 شايف الظاهره دي كانت جايه بايجابيه لنادي الرجاء ولا جايه بسلبيه؟ والله يا كابتن كلام حضرتك صح احنا يمكن التجربه بتقول عليها من سنتين كنا يعني خايزينها في الدوري
وكان يمكن اللعيبه بتاعتنا ولا لعيب مشهور، ويمكن كان بالزبط. كنا مصدرين الدوري، كسبنا نادي عريق زي النادي الاهلي. احنا اولا ربنا يكرمه، اهم حاجه ماتش النجم الاتحادي ربنا يخليك، فان شاء الله انت هتقف عندنا في برج العرب ونشلكوا في دماغنا من فوق يعني. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. ولكن ولا احنا جربنا فعلا التجربه دي من سنتين 2015، فنجحنا فيها ونزلنا بشرف، ونزلنا 43 بونت بالظبط، وكان كما قصينا وقتنا ان احنا نقعد في الدوري، وكان شكلنا كويس. بس السنه دي كان يمكن في يعني تحفيز، لازم يجيبوا لعيبه من الدوري الممتاز. العقودات احنا كانت قبل كده ب 100,000، فكنا متحجمين يعني، لازم يجيبوا اللعيب اللي من الدرجه الثانيه او الثالثه، وهم دول اللي جعانين كوره فعلا. بالظبط. السنه دي كانت الدنيا الدنيا كانت رايقه معانا، وعندنا يعني عقودات لغايه مليون يعني 400 صافي مليون بالضرايب، فجبنا لعيبه دوري ممتاز. بس يعني احنا مش هنقوله اللعيبه مش قد المسؤوليه، لا، لعيب ممكن يكون يعني ايه جاي مثلا بيلعب في انديه كبيره. بالظبط يعني بالظبط، كلام محترم جدا. نادي الرجاء كلام محترم. العمليه يعني ايه بالنسبه له؟ الدوافع، الدوافع غير يا كابتن، الدوافع، الدافع بتاعه غير الدافع بتاع لاعب لسه بيدور على طموح. بالظبط. بس للامانه يعني كلهم بصراحه بيتمرنوا بجديه، ما فيش تخصص في التدريب يعني، يعني جميع اللعيبه اللي بيلعبوا يعني عينه هاني العجيزي، اسلام رمضان، احمد سعيد، اوكا، احمد صبري، اقسم بالله العلي العظيم بيتمرنوا بجديه زي اللعيب الدرجه الثالثه والرابعه. بس زي ما تحطك يمكن نفسيا اللعيب جواه برضك يعني، ولكن باذن الله مع مرور الوقت هيتاقلموا مع اللعيبه اللي هم اللي معانا من الاول من تحت، وباذن الله هيبقى في شكل كويس ان شاء الله. باذن الله يا كابتن عبد المولى، كل التوفيق ليك وكل التوفيق لكابتن عماد النحاس، وان شاء الله تقدموا مستوى كويس هذا الموسم باذن الله. يعني كابتن سكوزا، لسه كنا بنتكلم او خلينا نتكلم في اوجه الشباب والاختلاف بين مستر مانويل والكابتن حسام، وانت بتقولي ان كان مستر مانويل عنده هجوم زياده، وانا كنت بقول لك ان اللعيبه كانت مساعداه، عبد بركات، ابو تريكا، جيلبرتو، فلافيو، برضه حاجات اسماء ان هي تطمعك. نعم. هي طمع كابتن، بس محمد شوقي سكوزا برضو كان فكرة كلها كابتن، ما كانتش بتقلل من الحته الهجوميه يعني. انت كنتش بتخاف من الحته الهجوميه، لان كان عندك ديفندرين على طول متمركزين وعندهم خبره المكان كويس قوي. شوقي وحسن كان متمركز. انا فاكر كان في ماتش كنا بنلعب نادي الاتحاد، الشوط الاولاني خلص 1-0، الشوط الثاني في اول المباراه، في اول الشوط الثاني النادي الاتحاد جاب جون، فبقى المباراه 2-0، فلعبنا باربع فراوده وتحتيهم تريكا. كان ساعتها ماكي وكاستيلو، وكان خالد بيبو، وكان احمد بلال، وكان من تحتيهم تريكا. فهو جريء قوي يعني، هو جريء قوي في الحته الهجوميه يعني. هو لما يكون عايز مباراه وعايز المكسب، هو ممكن يلعب بخمس او ست فراوده. دي ما فيش مدربين كتير بيعملوها. يعني ما فيش مدربين كتير عنده الثقه في ان الديفندرين اللي واقفين او المتواجدين والاثنين المساكين الموجودين هيقدروا يحافظوا او يقدروا يتمركزوا في ظل انك انت عندك خمسه قدام. تمام. لكن ده كان بيحصل، وكان بيحصل الترحيل في نص الملعب، والماتش ده خلص 3-2، كسبنا الماتش ده 3-2، وكان هيخلص 4-2. طب اختلاف المنافس واختلاف الفكر التدريبي، ان انا ما عندش، انا ما بخافش من الاهلي دلوقتي زي ما كنت بخاف منه ايام مستر مانويل جوزيه. انا خلاص انا بقيت ند النادي الاهلي، اي نادي ممكن يهاجمك يعني. المقصه ما كانتش موجوده، ام بي مش عارف ايه، انت عارف المصري نفس النديه دلوقتي يا كابتن موجوده في بالنسبه للمنتخب. قصدي اختلاف المنافس، هل كان ليه دور برضو يعني اختلاف ثقافه المنافس؟ طبعا. لا، هي دلوقتي عامه الاختلاف في الثقافه اختلفت كتير يعني. احنا الماتش اللي فات شايفين فريق طنطا خسران 1-0، شايفين فريق طنطا بيتعادل وبيهاجم. احنا تعودنا ان فريق طنطا او الفرق اللي هي بتبقى في اخر الجدول، الحصان الاسود بتاع الدوري، المفروض ان هو النهارده انا بجيب جون في الزمالك، فانا بعمل زون وحلو قوي الماتش بدرون كده. لا، احنا شايفينه في اخر دقيقه في المباراه ضايعين جون، كان الماتش هيخرج، كان هيكسبه. فاهم؟ الثقافه دي ما بقتش موجوده قوي زي الاول. النادي الاهلي كنت انت بتنزل قدامه هو زون من بدايه المباراه. لا، دلوقتي الفرق بتهاجم مع اختلاف برضه يا كابتن يعني. اللعيبه مختلفه، ده مش تقليل من اللعيبه اللي موجوده دلوقتي. بس اللعيبه الثانيه خدت وقت بعد، لغايه لما بقى تريكا وبركات وعماد وفلافيو صبر عليهم زي ما فلافيو صبرنا عليه كتير قوي كده. ان شاء الله باذن الله ازارو برضه يوصل للمرحله دي. وبرضه في لعيبه كويسه في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله هيوصلوا لنفس المستوى دي مع الوقت برضه مع بعض ان شاء الله. اكيد اكيد يعني. برضه كابتن ماهر، عايزك تقول لأزارو حاجه يعني. لو انت مع أزارو وقاعد معاه، تقول له مثلا ايه؟ في تليفوناتك ما تبصش على وسائل التواصل، فضي دماغك يعني. برضو لازم كابتن حسام ممكن يقول له ايه؟ اكيد الجانب النفسي ده ميدو، خد بالك، دور كبير جدا للمدير الفني. وحسام نضج في الجزئيه دي بشكل كبير، عنده اعداد خاصه
مع اللعيبه اذا كان في الشق الهجومي او الشق الدفاعي. فازارو من ضمن الناس اللي الكابتن حسام بيقعد معاهم بشكل كبير وبيحاول انه ينقل له خبراته بقى اللي هو شافها من خلال حسام كلاعب، شغله مع مستر مانويل جوزيه، شغله لوحده واحتكاكه داخل مصر وخارج مصر، كلها دي خبرات اكتسبها حسام بشكل كبير. فلما يقعد مع ازارو اخوه الصغير، ازارو 20 21 سنه يعني برضك تقدر تقول ان هو خبرات ازارو في الملاعب هنقول ان هو عدى المراحل السنيه وبقى له يمكن في الدوري المغربي للمحليين سنه او اثنين يعني. خد بالك دي برضك ما تديش ازارو ما تديش ازارو خبرات بشكل كبير يعني. فالنهارده بيلعب في احسن نادي في افريقيا، نادي القرن، نادي الاهلي، نادي كله بطولات، نادي مطالب منه ان هو يجيب له جوال، مطالب منه يكون موجود بصفه اساسيه في التشكيله، مطالب منه ان هو يطور من ادائه. هو خامه جيده، طويل القامه، عنده عنصر السرعه وده مطلوب في المكان ده وانت مهاجم، بيعرف يلعب بدماغه ودي برضك ميزه بشكل كبير، بيجيب اجوال مميزه. يمكن من ضمن الاجوال اللي احنا شفناها حتى في الدوري المغربي اللي هو اللي لعب فيه ازارو، يمكن كل اللقطات اللي جات لنا كلها كابتن شريف وكابتن احمد كرات عكسيه وبيلعبها هو بدماغه او بيروح لها بشكل جيد، بيسجل منها اهداف. فهو موجود عنده مقاومات المهاجم اللي ممكن يبقى زي ما احنا قلنا فلافي يمكن هو اخطر كمان. فانا شايف ان ازارو رجليه بتتقل من مباراه لمباراه، حته الخوف دي ممكن تكون حته ايجابيه ان هو خايف نسبيا انه يضيع، او خايف نسبيا انه عايز يجيب، فده برضك في عرف الكوره بتديله نوع من الثقه. النقطه الثانيه والاهم، لازم اللي حواليه بقى كمان يميدوا، لازم اللي حواليه كابتن شريف يساعدوه بشكل كبير جدا في حته اطراف اطراف الملعب، ازاي تسلك له بشكل كبير وتعمل له كروس في المكان المناسب. بس انا عايز اقول لك حاجه يا كمان، اللاعب لما بيجي مصاحب بسمعه جيده جدا وان هو فرود كويس قوي وبيبقى عليه ضغط بهذا الشكل الاعلامي، وبعدين بينزل لم يوفق كلامنا، الكلام ده على كافه اللاعبين العالميين كلهم. انا لما نيمار رايح يلعب في باريس سان جيرمان اكيد رايح مطالب في اول بقى كابتن حسام وازارو يعني. الصوره طبعا بتاكد كمان ميدو يعني اللعيب الكبير واضح قوي ان في تعليمات لازارو غير التعليمات بقى الخاصه اللي داخل الاوضه يعني. دي تعليمات يمكن من خلال الوحده التدريبيه كابتن حسام بينقلها لازارو. النقطه اللي قال عليها احمد استاكوزا ان فلافيو كان عنده لعيبه وراه بتخدم عليه بشكل كبير جدا، بركات وابوتريكا، جيلبرتو لعيبه طبعا، وجيلبرتو من ناحيه جيلبرتو قراب العرضيات الشمال. النهارده الحمد لله من التشكيله كابتن ميدو ان احنا عندنا الشاطر سيد معاه يعني عندنا من اللعيبه اللي ما تقلش عن امكانيات اللعيبه اللي احنا ذكرناها. عندنا احمد فتحي من ناحيه اليمين، عندنا هاني من ناحيه اليمين، عندنا معلول من ناحيه الشمال طبعًا. عندنا حسين السيد من ناحيه الشمال، عندنا طبعا عبد الله السعيد لما يبقى في حالته اللي احنا تعودنا عليها بيساعد بشكل كبير جدا ان هو يقدر يحط الباصات المميزه لازارو ويقدر من خلالها يجيب اهداف ان شاء الله باذن الله جميله يعني. يا رب يعني. هنطلع فاصل ونرجع نسال الكابتن شريف عبد المنعم سؤال مهم جدا، هل هو مقتنع بخبرات لعيب عنده 20 سنه لازم يبقى عنده خبرات، ولا الموضوع مش مهم قوي زي ما بنشوف لعيبه بره عندها 19 سنه و18 سنه و20 سنه وبيتعاملوا مع الجون كويس قوي، هل الموضوع بيفرق كخبرات ولا هل الموضوع شخصيه ولا الموضوع ايه من وجهه نظر الكابتن شريف عبد المنعم؟ فاصل استنوا. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني قبل الفاصل كنت بسال الكابتن شريف عبد المنعم عن موضوع الخبرات، وهل لعيب 20 سنه محتاج خبرات ولا نفضل بقى لغايه 24 سنه، وهل هي موهبه ولا
تطوير ولا شخصيه ولا ولا ولا؟ اتفضل يا كابتن اديلك فرصه تفكر. هي شخصيه طبعا. شخصيه من ادائه وهو في الناشئين تعود على ايه؟ هل هو قيادي في الناشئين؟ هل هو الهداف بتاع فرقه الناشئين كلها؟ هو ازاي وصل للدرجه الاولى ونزل يلعب فاينل؟ ازاي تعنيك جابته عشان يبقى محترف؟ وما هي المراحل اللي هي خليته يطلع من مرحله المغرب لمرحله النادي الاهلي اللي هو من اكبر الفرق اللي موجوده في افريقيا ودايما بيلعب على العربي كله على البطولات كلها وان العين تاخده؟ فاكيد الراجل ده كان ليه سي في او شكل او اي ملامح ان هو يبقى موجود. هو بس الحته اللي انتوا بتتكلموا فيها حته خبرته طلع منين وراح فين وقابل مين؟ اللعيبه الجديده اللي بتيجي على حته موقع جديد هناك بيبقى عامل لنفسه قعدته خلاص والقاعده بتاعته استريحت وفهموه عرفوه وانتوا اتفضلتوا وقلتوا انه لازم برضو يبقى فيه مساعده وهو جاي يلعب وسط مين كمان؟ هو كمان جاي يلعب وسط ناس خلاص عملت لنفسها الشكل بتاعها، عملت لنفسها الكارير بتاعها جوه الفرقه، ضيعت وجابت جاي جايب كام جون وبطريقه كل مره بشكل معين، كل مره ليه شكل. كان هيجيب جون عالمي، كان هيجيب جون في الاتحاد خدها من فوق الولد وراح بشماله لو صبر عليها لما تنزل تحت كانت جت جول. فدي برده هي الخبرات اللي انتوا بتتكلموا عليها. فهو برده جاي يحارب في منطقه مشحونه بنجوم كتير قوي، مطلوب منه كتير قوي للوجود. الراجل ده لو محظوظ فعلا على الاداء والمجهود اللي هو بيجري فيه ده كله وبيترجم لاهداف هيبقى ليه سعر تاني عالمي، هيبقى عالمي. كنت بديك مثل وماهر بيتكلم ان نيمار وهو رايح باريس سان جيرمان مطلوب منه انه يؤدي بهذا الرقم المهول اللي هو مدفوع فيه. ده مش بيؤدي، انا مش ده يعني خدت بالك يعني فهو لازم يخش يثبت برضه. الموضوع جه على قلبي قوي بصراحه. يثبت برضه يثبت برضه ان هو موجود في الفرقه دي. فاحنا كنا بنشوف اللعيبه اللي هي بتيجي من صعادها من ناشئين. انا مثلا واحد من الناس وماهر عارف لما كانوا بيصعدونا انا وكابتن ماهر طلعنا على منتخب مصر بالظبط. والراجل بتاع نينكوفيتش ده لما شاف ماهر همام وخده على منتخب مصر بس في فرق كبير جدا. كنا صغيرين لسه طالع بشخصيه الاهلي. ايوه شفت انت جبت ايه؟ شفت انت جبت الكلمه ايه؟ انت الكلمه اللي قلتها لي وديتني الجايد بتاع ان انا اكلمك فيه الشخصيه بالزبط. شخصيتي هل هو هنا قيادي عندنا في النادي الاهلي؟ هو مش قيادي بالظبط. هو بيحاول ياخد من اللعيبه اللي موجوده جنبه، بيحاول يسرق بيحاول يسرق من اللعيبه اللي موجوده جنبه يساعدوه، بيحاول يقرب من عبد الله السعيد زي ما قال ماهر لو موجود عبد الله السعيد يبقى حنين عليه ويحط له الاسيست الكويس قوي اللي كان بيتحط لمحمد صلاح وتترد لعبد الله يحطها، بيحاول يندمج في وسط الناس دي كلها. هي دي الحاله دلوقتي هو موجود فيها. اثمرت عن اهداف، اثمرت عن تعب للفرق الاخرى، اثمرت عن مساعدته للاخرين ان هو يخليهم هم اللي يهدفوا. يعني انت قلت لي اتاخر وسابقه جاي يروح على الاولانيه وحمودي على البعيده فهو اتاخر يمكن ياخدها، فبيحاول يعمل كل الطاقه تلاقي. بس هو فرقه كبيره قوي وهو فاهم كده كويس قوي، ولو هو جود ليسننج يعني بيسمع كويس وبيحب حسام البدري قد ما حسام بيحبه. الحته دي بتفرق كتير قوي نفسيا معانا. لما بحس ان المدرب بيحبني ببقى بلعب بارتياحيه في الملعب وبكسر الدنيا، انما انا بحس ان الجمهور قلقان مني ومدرب. طب انت حته حب الكابتن حسام اللي اظهره او اظهره الكابتن حسام، هيفضل قد ايه كابتن حسام صابر ومتحمل ضغط انت بتلعب طول ما هو بيكسب؟ طبعا ولا هو اقتناعا طول ما الفرقه بتكسب ولا هو اقتناعا باظهره؟ لا هو اظهره بيدينا الريزلتس يعني بيدينا النتائج بتاعته داخل ال 90 دقيقه او 80 اللي بيلعبها حسب ما احنا بنشوفه. احنا النهارده طول ما الفرقه بتكسب كل حاجة ممكن تتعالج. أول ما بيحصل خلل وطول عمرنا كده بيحصل تك بتر خط بقى جايه وفلان رجع بديل. لا لا هتلاقي عبد الله السعيد رجع فهيخش في الفورمة فهنعمل أجاييه دلوقتي استحمل وعماد سليمان والدنيا كلها هنرجع تاني ونلف الدايرة للأساسيين اللي هم الدوليين اللي احنا كنا بنتكلم عليهم إن هم لهم الأحقية دايما. الدوليين لما بيرجعوا وبيخشوا واندمجوا داخل الفريق بيبقى له الوجود. هو هيرجع تاني يزاحم مع الدوليين المصريين اللي هم ليهم وجود في أكبر فرقة موجودة في مصر وفي أفريقيا. هو ده البيج كويشن بتاعه أو السؤال الكبير اللي بيطرحه بينه وبين نفسه. فهو بيحارب بنقول ايه بيخربش وبينط وبيجري عايز يبقى له الوجود ده وعايز يكسر بقى حته ان انا ايه اجيب لي جونين ثلاثه ورا بعض واخلص. فهو يتوفق في ماتش يحبي يجيب جول حتى انا استغربنا ده جابها ده عملها. طب ما انت بتعرف. طب ما انت يبقى في الحته بس التوفيق وعدم التوفيق اللي هو موجود فيه. بس هو عشان ننهي موضوع وليد اظهره هو بيعمل المجهود اللي ان شاء الله يترجم له بنتيجه كويسه يا رب يا رب. يعني استكوزا عماد النحاس هيحفز لعيبته بكره على اي اساس؟ ايه الدوافع بتاعته وايه النقاط اللي ممكن يقولها للعيبه
ان هو يحفزهم ضد نادي اهلي. هو كابتن عماد احنا كنا شفناه قبل كده كابتن برضو مع اسوان، برضو فريق برضو كان يعني ما عندوش الامكانيات قوي في اللعيبه. اكيد طبعا هتبقى بنفس المنطق وبنفس اللغه اللي هو اتكلم فيها مع فريق اسوان. فرقه ما فيش غير انت النهارده لسه في بدايه الدوري. انا بتكلم ان رايح ماسك فرقه، احنا النهارده لسه في بدايه الدوري، ممكن نعدل من وضعنا. في ظل طبعا دايما لما بيبقى فيه مدرب جديد بيبقى كله عايز يثبت وجوده، لان دايما المدرب القديم بيبقى حكم على ناس خلاص اللي هي بتبقى بره. انا النهارده مع وجود الكابتن عماد النحاس، لا انا ممكن ابقى جوه لان بيبقى فيه فكر كتير جديد وفي رؤيه جديده. كابتن عماد عندنا مباراه الاهلي النهارده، فريق كبير، ممكن نرد على الناس، لا احنا مش فرقه قليله، ممكن نعمل مباراه كويسه، ممكن نعمل نتيجه كويسه، ممكن نعمل درون. طب هو من جواه هقول لك ايه؟ يعني مش مقتنع؟ لا طبعا، لا مش من جواه. ايه من جواه؟ يعني ايه اللي من جواه؟ ايه اللي هو حاسه؟ قلقان طبعا، قلقان طبعا، مباراه صعبه طبعا. النادي الاهلي حتى ياخد نقطه من النادي الاهلي؟ هو اكيد، هو يعني اكيد احنا في نادي كبير جدا. عماد النحاس هسالك بعد السؤال ده على طول، هقول لك يعني هو هيامر بان هو يمسك نادي الرجاء؟ هي مش مغامره يا كابتن، لان هو كده كده وضع الرجاء وضع حرج جدا. بل بالعكس، انا النهارده لو قدرت اخرج الرجاء من الوضع اللي هو فيه ده، بالعكس ده هتحسب لي انا كعماد النحاس. وبعدين الكابتن عماد النحاس ليه تجربه قبل كده مع نادي اسوان، وكان ماشي في الدوري كويس جدا مع فرقه، يعني فرقه برضو صغيره. في نوعيه مدربين ما بيعرفش يتعامل غير مع الانديه اللي هي فيها امكانيات، وفي نوعيه مدربين بيقدر يتعامل بالفرقه. يعني احنا فرقه الرجاء زي فرقه اسوان ما فيش، هو مين فيها؟ انا فاكر كان فريق اسوان كان تقريبا احمد شديد بس انا كنت اعرفه في فريق اسوان. فرقه الرجاء برضو في نفس المنطقه طبعا، عايزه فرقه الرجاء عايزه الموضوع نفسي اكتر. يعني النهارده انت جاي ماسك فرقه في اخر الدوري، بس انا بقول انا كمدرب ان انا بتكلم ان انا لسه الشوط طويل قوي، لسه الدنيا بدري قوي، ممكن نظبط ونرتب اوراقنا. مباراه ممكن تدينا الثقه. انا بالنسبه لي لو المباراه ما قدرتش اخد منها نتيجه، فانا ممكن اخد منها الثقه في الاداء، ممكن تديني دافع بعد كده. لو خسرت ما اخسرش كتير. يعني انا بتكلم من وجهه نظري كان لسه ماسك فرقه بالامكانيات دي، لكن ممكن اخد من المباراه دي دافع بالاداء على الاقل على ارض الواقع، عشان ابقى واقعي. مش هتكلم في نتيجه على الواقع. شايف ان الكلام ده ممكن يحصل بكره؟ شايف انه صعب. صعب. شايف انه صعب. حلو. يعني كابتن مال، خلينا برضو في عماد النحاس. هل عماد النحاس قابل هذه يعني هذه، مش عايز اقول بقى يعني المغامره، مش عايز اقول ان هو قابلها ليه؟ بص يا ميدو، عماد شايف المدير الفني يعني مش هو مش شاب قوي، يعني انا نفسي اقول مدير فني شاب مثلا عنده في وجود، يبقى لازم يبقى لك وجود في الحكايه يعني. لكن شايف ان هو المدير الفني زي ما استاكوزا قال، قدم عروض كويسه قوي. استاكوزا كابتن شريف قدم عروض كويسه مع اسوان، عمل لمسه. شايف ان هو كان ممكن او كان بيحلم ان هو يمسك نادي اعلى شويه، لكن ما كانش عنده فرص فقبل هذه المهمه؟ اكيد. يعني كل ذهن مدرب في تخطيطه ان هو محتاج حاجه من الحاجات الثقيله اللي بينه وبينك تبين شغله وتبين امكانياته. وعماد يمكن ده الاسبوع ده يمكن السنه الثالثه في الدوري الممتاز. برضه تقدر تقول ان عماد من الوجوه الشابه اللي ظهرت بشكل كبير جدا، واخر حاجه يمكن شفناها مع اسوان الاداء اللي عمله المتميز. يمكن كمل اسامه عرابي بعد كده مشوار عماد النحاس. انا عايز اقول لك ان كل واحد بيطمع ان هو عايز حاجه من الفرق الثقيله اللي تبين امكانياته التدريبيه، تبين امكانياته الحرفيه بشكل جيد. انا في رايي ان فرقه زي دي لما بتعمل معاها شغل يا ميدو بيبان واخد بالك، بتعوضك سنين. يعني بتدي لك خبرات 3 4 سنين لقدام. طب ما هو عمل مع اسوان اكتسب بيها، يعني اكتسب الزمالك اعتقد اكتسب بيها. حلو اقول لكم الراجل ده لايق عليه فرقته، اكتسب بيها خبرات بشكل كبير. الراجل ده عايز امكانيات زي فرقه اسماعيلي. ما انا بتكلم في كده، واخد بالك؟ هتيجي يعني ده كابتن ماهر ده لايق عليه بالاداء اللي شفته انا مع اسوان بامكانيات فريق هتيجي. طيب علشان وقتنا كابتن ماهر، قول لي بقى التشكيل اللي كنت حضرتك عايز تقوله في الاول. يعني متوقع النادي الاهلي اكرامي، شريف اكرامي ومحمد هاني ورامي وسعد سمير وحسين السيد، وفي حاله عاشور مش موجود هيبقى اكرم توفيق والسوليه، وبعدين حمودي وصالح جمعه واجاي وازهر. اكرم والسوليه، حمودي، صالح، اجاي وازهر. كابتن شريف
في التشكيل ده؟ ما عنديش اي اختلاف عن ماهر غنام. تمام يعني؟ تمام. استكوزي. انا ممكن اختلف عن الكباتن مستحيل طبعا. لا طبعا لا 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 بس دي حقيقة. ما تخافش انا اخرجك معايا. لا اخاف. انا طب اقول لك على حاجة انا رايحك. انا عايز حسام عاشور او لو عمرو السولية موجود عايز اغذي الفرقة بحد نجرب. قصدك اكرم؟ اكرم يعني بياخد نجرب حته برضه. تقول يا حبيبي ما تخافش اخدك معايا والله. لا 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 انا فعلا انا متفق مع الكابتن كده مع الكابتن فعلا في التشكيل هو ده انسب تشكيل يعتبر. ما سابلناش حاجه. لا بالعكس حتى ميدو شارك. ما انت خد بالك احنا اتفقنا ان المباراه دي بروفا لمباراه النجم الساحلي. هو في حتى بس بتاع حسين السيد كابتن حسام البدري انا عارف في مباراه النجم الساحلي ومتاكد عن يقين ان هو بيعتمد على كل الخبرات اللي موجوده يعني الاشكال والادوار هتتغير بشكل كبير خصوصا يمكن في الجزء الهجومي يعني مثلا هنلاقي ناحيه الشمال هنلاقي مؤمن هنلاقي ناحيه اليمين وليد او العكس صحيح واخد بالك وعبد الله السعيد وازارو او اعضيه يعني حسام بيعتمد على كل الخبرات اللي ممكن تساعده في خلال المباراه بهذا الشكل. انا بس معاك في حاجه ان هو بكره انا مشيت وراك مغمض ها هيدي علي معلول على حساب حسين السيد. السيد لا ممكن اعتقد كده يعني هو ده اللي هيبقى هو ده اللي هيبقى موجود يعني مش احمد ممكن يكون عنده ادام حطه في التيم يعني تاني. لا 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 انا ممكن في الحته اللي هي تحت راس الحربه ثلاثه اللي تحت راس الحربه انا اعتقد كابتن ان هو هيبقى هو المثبت التشكيل على كده بس يعني لو هيحصل تغيير اللي هو بتاع صالح جمعه لان انا ما اعرفش هو دلوقتي صالح جمعه حالته ايه طبعا لو هو هيلعب مؤمن في المكان ده بس انا طبعا يعني هو مشكله مؤمن بس ان هو اللي هو مش شبه صالح جمعه ومش شبه عبد الله السعيد يعني هو برده من اللعيبه اللي هي بتلعب على قدام عارف انا نفسي اعمل يعني نفسي اشوف ازارو يحطه ناحيه اليمين نفسي اشوفه ناحيه اليمين يبقى عامل ازاي من ضمن الثلاثه ميدو من ضمن الثلاثه اللي تحت من ضمن الثلاثه اللي تحت هيجي بتحت يعني نفسي يعني. نفسي اشوف مثلا اكرم بلاش اكرم نفسي اشوف حسام عاشور معاه صالح جمعه مش نفسك تشوف ملامبي في الملعب انا نفسي انا مستني كابتن حسام دي حته ازارو اللي انت بتتكلم عليها هو افريقيا يعني نفسي اشوف مثلا لا انا بتكلم بصراحه جمعه قدامهم على اليمين ازارو وحمودي تحت الفرود ومؤمن واجاي نفسي يعني ايه الرحله طويله تشكيلات كتير جدا الرحله طويله هتشوف كل اللي نفسك فيه هتشوفه الرحله مش شرفتنا يا كابتن حبيبي ميرسي ليك واسف ان انا اتاخرت بس غصب عننا كلنا ولا يهمك كابتن احمد حسن السكوزي نورت وشرفت ربنا يخليك يا كابتن وانا سعيد جدا بوجودي مع كابتن ماهر طبعا وكابتن شريف عبد المنعم اسماء كبيره و ان شاء الله باذن الله يبقى موجود احنا سعداء بيك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا شرفنا يعني وقتنا خلص للاسف ان شاء الله يعني شايفين عمالين نطرح اسئله ونقول تشكيل ونقول مين وملمبي وصالح والسعيد ومش عارف ومين 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 الله يكون في عون فعلا المدير الفني تحديدا في نادي كبير زي النادي الاهلي عليه ضغط جماهيري مع لعيبه كتير جدا الله يكون في عونه لكن هو في الاول وفي الاخر صاحب الاختيار لان هو اللي هيتحاسب فطبعا الكابتن حسام له كل الحريه في اختيار ما يناسبه من تشكيل كل التوفيق بكره ان شاء الله النادي الاهلي امام نادي الرجاء دايما منورني ومشرفني ومع الف سلامه.